هاي شهدت جينيس خلال سنوات طويلة محاولات فاشلة لكسر أرقام قياسية. سنة 2005 حاولت إحدى الشركات تكسر الرقم القياسي لأكبر بوزة على عود، وللأسف دابت البوزة وجويت ساحة الاتحاد بسان فرانسيسكو. حاول أحد الأشخاص يخلق رقم قياسي جديد بكسر أكبر عدد من جوز الهند بإيده بوقت سريع، لكنه ما كسر ولا جوزة إنما كسر إيده. فشلوا الإيرانيين بمحاولة تقديم أكبر ساندويتش طوله 1378 متر، مش لأنهم ما قدروا يحضروه وإنما لأنهم بلشوا يأكلوا من هالساندويتش قبل ما يتم تأكيد الإنجاز. فشلت مجموعة من الأشخاص بمحاولة لكسر رقم قياسي بالمشي على الفحم السخن لجمع التبرعات لخدمة سيارات الإسعاف بنيوزيلند. مين قال إنه ما كسروا الرقم بس نجحوا بلم التبرعات يلي دفعوها بالنهاية لتطبيب المشاركين المتضررين؟ أنا قال بشوفكم بكرة.